السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء لا تنسوا الضغط على الزر لايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. واليوم ليس معنا لا لعبة ولا أي شيء، بل معنا تطوير جميل جدا في القناة، تطوير لطالما تمنيته صراحة ولطالما حلمت به. وكما تلاحظون أتى اليوم الذي تغيرت فيه شيء مهم جدا، وهو كما تلاحظون معنا حبيب لا سنقوم بالنزول الآن. فكما تلاحظون لا أعرف هل ترونه جيدا، فمن قبل كان لدينا حليف لا هذا الكرسي الذي اشتغلت فيه منذ بداية القناة، يعني فهذا الكرسي منذ بداية القناة يعني 3 سنوات أو أكثر، وأنا أجلس دائما فوق هذا الكرسي صراحة الرائع والذي لن أتخلى عنه بالطبع. ويعني أحبيب الله لكل بداية أريد أن أقول لكم نعم، فهناك ظلام في الكاميرا، فعلى العموم كما أقول لكم أحبيب الله لكل بداية يجب أن تتعب، وإن شاء الله هي تتحقق أحلامك. واليوم أحبيب الله سنقوم بتغيير هذا الكرسي، سنقوم بوضعه هنا وسنضع لكم الشيء الجميل هنا أحبيب الله. فلا أعرف صراحة، لاحظوا معنا حبيب الله، هذا هو الذي كان يقوم بمظلم الكاميرا. فعلى العموم ها نحن حبيب الله، فكما تلاحظون اشترينا أخيرا، جمعنا بعض المال وبدعمكم حبيب الله فاشترينا الدي اكس ريسر حبيب الله زيرو سيري، يعني نسخة الدي اكس ريسر من أفضل الكرسي الجيمر حبيب الله. نعم هل ترون ذاك جيدا؟ نعم هذا جيد. فأخيرا حبيب الله اشتريت هذا الكرسي الرائع، وكما قلت لكم في الأول بدأت بهذا الكرسي والحمد لله أتى بعد الرزق واشتريت الآن هذا الكرسي. صراحة حلم حلمت به منذ سنوات، والله لم أكن يوما أتخيل أن أصل إلى أن أشتري هذا الكرسي صراحة. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله كثيرا حبيب الله. فشكرا لكم من أعماق قلبي على دعمكم الرائع، والله أنا فرحان صراحة في، وإن شاء الله أي شخص منكم فابدأ على حلمك حبيب الله وحاول أن تجتهد وإن شاء الله تصل لمبتغاك. فالحمد لله حبيب الله كما قلت لكم كثيرا. فمعنى هذا سأقوم بالجلوس فيه وسأريكم الأشياء الرائعة، فكما تلاحظون معنا صراحة شيء جميل جدا. ها هو زيد مراد يتزحلق معكم. نعم فكما تلاحظون معنا حبيب الله نعم، وإذا كنتم تلاحظون هنا فالخيوط كثيرة، ما زال هناك الكثير من الأشياء يجب أن أقوم هنا، مثلا أقوم بترتيب هذه الخيوط من أجل أن يكون هناك سيتاب جميل جدا، وهذا من ضمن أهم السيتاب حبيب الله لدينا. صراحة يمكنك عمل فيه بعض الأشياء الكثيرة، مثلا تضغط هنا وتقوم بالتزحلق هنا على هذا الشكل حبيب الله. فصراحة كما قلت لكم حبيب الله أتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، صراحة أنا فرحان جدا من أجل لكم هذا المقطع وأتمنى أن يعجبكم. ولا تنسوا حبيب الله دعمنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.